مع نقص مع ثقوب القرنية ومع نقص خميرة مشان التخدير ومع ضغط في العين. هي اكتشفت المرض لما كان عمرها 7 أيام. أخذت عملت لها عملية بمشفى بريشة مشفى العيون وقالوا إنه بدها تزرع قرنية. رحنا نزرع لها قرنية فكانت بعمر 3 شهور ما بصير. في هالوقت هذا صار مع زوجتي مرض سرطان. صرت اشتري جرعة لزوجتي مشترى. يعني اللي كنت لمهم كنت مصمدهم كنت عم اشتغل فيهم صرت اشتري فيهم جرعة لزوجتي. لأنه كانت الجرعة المناعية غالية جدا. بحدود 390 دولار. في هذا الوقت أمرت أنا مرض سرطان. صار معي مرض سرطان في الكبد بنكرياس. وصرت اتعالج وحاليا عم اشتري في قسم الجرعة عم اشتريهم مشترى. السنة الماضية قدمت إلينا الطالبة جانا حاج عمر في الصف الثاني. للمرة الأولى شاهدت الطالبة خجولة ومتأثرة كتير بحالتها، ممتازة كناحية من الذكاء ومن الاجتهاد، إنما النظر عم يؤدي إلى نتائج غير جيدة. اللي بتمناه من أهل الخير من المؤسسات من حدا يساعدنا لنلاقي علاج لهالطالبة. كثير أحيانا عم تكون من زاوية بقلب الصف